أربع شراشيب. ايوه بقى، ايوه بقى، الصوره الذاتيه. يعني ايه الصوره الذاتيه؟ ده اللي هنعرفه حالا من استاذ ايهاب وكيم، استشاري مدرب معتمد لتنميه المهارات الحياتيه والعلاقات الاجتماعيه. اهلا وسهلا. ازيك شريف؟ منورنا. ميرسي، اشكرك. انا بقى هستربع. يلا. محتاج استربع. اه طبعا. يعني الفقره دي لانه هنتكلم على الصوره الذاتيه، فانا محتاج ايه؟ اقعد مرحرح. يعني ايه؟ يعني ايه؟ الحلقة اللي فاتت لو نرجع لها قلنا ان احنا في خلال مراحل الطفولة لحد سن 6 أو 7 سنين بيتكون ونخزن جوه المخ بتاعنا مجموعة من الصور. وقلنا ان احنا لما بنخزن في الحتة بتاعت العيلة او الاهل او البيرنت بنخزن المعتقدات والثوابت، وفي الحتة بتاعت التشايلد بنخزن المشاعر والاحاسيس، وكلها مجموعة صور. الصور دي احنا بتخش جوانا نتيجة حياتنا الاجتماعية، وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا ما عنديش القدرة على التحليل، انا شخص لسه صغير، فببتدي من ضمن كل الصور اللي بتخش لي ببتدي انا كمان اكون صورة عن نفسي من رأي الاخرين فيا. ودي هنا في منتهى الخطورة، لأن من رأي الآخرين في أول من الكلمات اللي بيستخدموها هما بيتعاملوا معايا. أوكي. طب افرض بيستخدموا كلمات بايخة. ما هو ده المشكلة، ما ده اللي أنا هتكلم فيه ونتكلم فيه، لأن عادة حتى لو ما استخدموش كلمات بايخة دايما الإنسان والطفل بيخزن بصورة أقوى كل الحاجات السلبية واللي هي مش لطيفة أكتر من الحاجات الإيجابية فيه، وبيبتدي يكون عن نفسه صورة هو بيتعامل معاها بعد كده في الكبر. أوكي. وبعدين في حاجة كمان، إن في حاجة كمان بتقول إن البني آدم لما بيتعرض لموقف مؤلم جدا أو مجرح جدا أو مش قادر يستحمله أو فوق طاقته بيعمل حاجة غريبة جدا عشان يحمي نفسه من الوجع ده، بياخد الحاجات دي كلها ويروح للعقل اللاواعي يدفن فيه هذه الحاجات علشان ما يفتكرهاش، بيسموها الكبت. او يعني هو بيستخدم العقل اللاواعي عباره عن مدفن يحط فيه الحاجات دي، وبعدين بيتهيأ له بعد كده ان هو تخلص منها. لا، الحاجات دي ما بيحصلش. لان بتفضل الصور دي في العقل اللاواعي، وبعدين بعد زي الاي كلاود كده. بالظبط بالظبط. وتلاقي انت فجاه اتحطيت في موقف، سواء مثلا في كلمة سمعتها من مراتك أو من صاحبك في العمل أو من مديرك، تقوم يطلع منك رد فعل أنت مش عارف رد الفعل ده جاي منين ولا ليه بيحصل لك كده. أنت على طول من الصورة الذاتية اللي متكونة عنك عن نفسك، الشخص اللي اتربى في بيت كان عنده دايما بيشجع، بيطلع عنده ثقة في النفس وعنده قدرة على الحوار وعنده حاجات كتيرة، لكن الشخص أو الطفل اللي بيعيش في حياة أو في مجتمع دايما بيلومه أو بيعاتبه أو بيفشله أو بيحقر منه بيطلع عنده صورة ذاتية مشوهة عن نفسه. بس احنا عندنا المجتمع بتاعنا فيه كده، ما هي كل المجتمع بتاعنا كده الحقيقه دي. كلنا في اللي انت بتقوله ده. تمام. انا من هنا بقى بالحقيقه بناشد من برنامجك ومن وخاصه البرنامج بتاعك انت، اللي انا سعيد جدا ان اكون جزء منه فعلا، ولان مش بس هو انت عندك رساله بتقدمها، فانا بطالب ان المجتمع اللي الطفل بيقضي فيه عدد ساعات اطول بكتير من اللي بيقضيها مع العيله، ان يكون عندنا نبتدي يبقى عندنا وعي عام سواء في مدارسنا او في انديتنا او في دور العباده بتاعتنا، ان يكون عندنا وعي ازاي نتعامل مع طفل، لان كلمه واحده ممكن تسبب ازمه لطفل في انها تخليه يبقى عنده صوره ذاتيه مشوهه ان هو فاشل. والاصعب بقى سطحي. لما الكلمه دي بتيجي من امه وابوه. طبعا. الام بقى اللي ابنها سقط. بالظبط. يا فاشل، بص ابن الجيران بيزغرطوا له، يا فاشل يا ساقط يا الله. لا عارف فيلم اللي هو عاجبك قوي، يا فاشل، طب يا فاشل يا فاشل يا فاشل. بالحقيقه بنجرح جدا الاولاد وبنثبت لهم صوره ذاتيه مهزوزه،
وبعدين كمان طريف فيه عالم اسمه ماك برايد بيقول ان الطفل الانسان هو اكتر طفل من كل المخلوقات اللي على وجه الكره الارضيه اللي بيعيش مع ابوه وامه. طبعا صح، يعني بيعيش سنين سنين طبعا، لكن بقيه المخلوقات لا لا يعني الطفل بياخد مساره 30 40 يوم بالظبط، بيعيش بقى للاسف ان هو بيعيش على بال ما يشد حيله كده ويبقى واقف على رجله ويبتدي هيبتدي ياخد شويه قرارات بنكون احنا ضيعناه. وانت بتحكي الكلام ده، معلش هقول حاجه، قول مثال على نفسي لانه دايما بفتكر واحنا بنتكلم على كده. وانا في تانية اعدادي سقطت في الماثيماتكس في المات، اوكي عادي يعني، لما النتيجه طلعت بابايا راح جاب النتيجه من المدرسه ورجع، كنت انا نايم فصحيت، ها جت قال لي انت معاك ماث بالظبط كده، قلت له معايا فين؟ قال لي ما نجحتش فيه. قلت له بجد؟ اول بقى مره يجي، قلت له طب وبعدين؟ قال لي مفيش مشكله تاخد بقى درس، ما احنا عارفين ان انت بتكره الماث، تاخد درس في ال وهتمتحنه اكيد هتنجح يعني. قلت له طب اوكي ماشي، واتعملت عادي بقى وابتديت اخد مره واحده في الاسبوع في الدرس، الاسبوع الدرس الدرس بالظبط، وبقينا نروح بقى اسكندريه ونرجع ونسافر ونيجي وعادي يعني. فعمري ما هنسى يوم لما دخلت امتحان الملحق. اوكي فوانا اول ما دخلت المدرسه، فانا بقى داخل اولا نزلوا جابوا لي طقم جديد، لان كنا بنروح من غير اليونيفورم في الملاحق، قالوا لنا انا متعود المدرسه باليونيفورم، فرايح الملحق من غير يونيفورم. فامي وابويا نزلوا جابوا لي طقم كده جديد وجزمه، ورايح بقى ومناخيري بقى كلها مقشره من الشمس، انت عارف الصيف بقى كان الامتحان بيبقى في اخر اغسطس، في اخر اغسطس فعلا. فدخلت لقيت كل العيال بيبصوا لي كده، طبعا هم محبوسين في البيت ومحرومين فانا بقول لهم إيه؟ انا سلمت عليهم ما ردوش عليا مبدئيا، يا جماعه في ايه؟ قال لي هو انت مقشر كده لو وشك؟ قلت لهم انا لسه راجع من اسكندريه اول امبارح اصلا، في ايه؟ فقالوا لي طب سكتوا. دخلنا بقى امتحاننا وخلصت وقفلت الامتحان، انا فاكر يعني جبت فيه الفول مارك. وبعد ما خلصنا قاعدين بقى في الحوش تحت منتظرين ايه؟ ابهاتنا يجوا ياخدونا، لان مفيش اتوبيسات وكشف كده، مش عام دراسي، كل واحد قاعد يحكي حصل له ايه؟ حصل له ايه في العيله؟ وانا بقيت مكسوف. لا بالعكس، ده هو لا ده لا اللي حصل لك هو الصح. بس انا مكسوف طبعا يعني، لان هم العيال ابتدوا، انا عايز اقول لك حاجه، انا ابتديت ساعتها بعد الموضوع ده في شريحه في المدرسه كرهتني. انا حسيت بده، اللي هو انت صيفت، انت رحت ونزلت البحر، انت 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 جابوا لك، انت جايب طقم جديد عشان تيجي الملحق، انت هو انت ما حدش زعق لك؟ انت ما اتحبستش؟ قلت لهم لا، ما هم عارفين انا مش انا بكره المال بس، فعادي يعني. ده تعامل اللي انت بتحكي عليه ده مثال مهم جدا للتعامل مع لحظات الفشل اللي هي بتبقى قليله في حياتنا. ازاي؟ بس عايز ازود حته معلش، انا اتفضل قول. اولياء العيال لما راحوا حكوا لاولياء امورهم، اولياء امورهم ما عجبهمش اللي اموري عملوه. طبعا. فاولياء امورهم عايزين يكلموا اولياء اموري. ايوه. يقول لهم انتوا ازاي كده وانتوا مدلعين الواد؟ انتوا ازاي الواد ما اتحبس؟ انتوا ازاي الواد ما اتضربش؟ انتوا ازاي الواد ما اتهنش؟ فاهم ازاي؟ انتوا حركتونا مع عيالنا. انتوا حركتونا مع عيالنا، طبعا اهلي كانوا يعني فاهم انت متخيل؟ فمعلش ان انا اخدت من وقتك. لا 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 بالعكس، لان ده مثال، ده خلاني انا بعد كده كمان لما كبرت وبقيت مذيع وبقيت شخص مشهور وكذا وكذا، لما مثلا حد يشتمني، حد يهني، حد يقول انا ما تقدرش تحقق نجاح طول حياتك طبعا، وما تقدرش اكيد كل واحد فينا عدت عليه فتره او لحظه فشل او لحظه سقوط. لكن كمان انا في جوه العيله انا ما اقدرش طول النهار ماسك ابني رايح جاي او بنتي او زوجتي عمال انا يعني ادي في ملاحظات ولوم وعتاب وحكم وان انا افضل طول النهار يعني يدخل من البيت خش استحمى يعني، معلش يعني هو في وقت من الاوقات انت محتاج ان انت تسيب له حياته، ولو دخل استحمى قعد وقت طويل انت هتقعد تخلص الميه السخنه وتخرج بقالك ساعه، ولو خرج بدري انت لحقت تستحمى اكيد مش نظيف، يعني الراجل مش عارف يعمل ايه يعني، على بال ما يلاقي نفسه ابتدى يكبر ما بنسيبوش كمان، نبتدي ندور له على جامعه، وبعد الجامعه ندور له على عروسه، وبعد العروسه نتدخل في الخلفه. كارثه. يعني الحقيقه ان احنا ما بنسيبش مساحه للصوره الذاتيه دي انها تتصلح. وبيطلع ايه بقى الفكره؟ ان انا بسمعها كتير قوي، لا هو مفيش حد ينفع يتغير، وانا هعمل كده ليه؟ اللي الدليل اللي مش عارف ايه عمره ما يتعدل، إيه من شاب على شيء شاب عليه، اللي عارف المعتقدات بقى بتاعتنا دي بكرهها. لا،
انت غير مسؤول عن الصورة الذاتية اللي اتحطت فيك وانت صغير، لكن انت مسؤول عن تعديل الصورة دي، وانك انت تشوف ايه الحاجات البسيطة اللي جرحتك واللي سايبة اثر واللي بتخلي ردود افعالك معتمدة على الصورة دي، ومحتاج تصلحها، لانك انت المسؤول عن تصليحها بعد كده. لو تفكر احنا قلنا في 9 شهور بيتخلق الناضج والراشد والحكيم والادلت، ده لازم ينمو، لكن ان انت تسيبه كده وتقول خلاص انا اللي جوايا اللي حصل حصل، موافقين اللي حصل حصل وقت ما انت صغير، لانك انت ما كانش عندك القدره. غيره بقى، زي ما بنقول من كل مره، انزل من على الكنبه وروح واخد. لازم تغيره مع متخصص، ما ينفعش تغيره مع اي حد، لان ما ينفعش تقول انا هتعلم السباحه تقوم ناطط في الحمام السباحه لوحدك، هتغرق هتبقى أسوأ. فهي دي الفكره، احنا عندنا صوره ذاتيه لحد فترة معينة غير مسؤولين عنها، بتتكون نتيجة كلمات وأحداث بتحصل في حياتنا، ولكن بعد فترة معينة ما أقدرش أقول لأ أنا صعب جدا أتغير، وأطالب كل الناس اللي حواليا إنهم يتغيروا. طب ما زي ما أنت صعب عليك تتغير، ما أنا كمان صعب عليا أتغير. صحيح. لكن تعالى نفكر في نفسي أنا الأول، إن أنا أغير، إن أنا أخرج من منطقة الراحة اللي بيسموها الكومفورت زون، اللي أنا عايز أجرجر كل الناس ليها عشان يبقوا زيي، عشان انا ما اتعبش. وفي الاخر يعني في حاجه كمان كده، يعني كوت او زي حاجه بتتقال بالانجليزي، هقولها بالانجليزي وبعدين اترجمها، بيقول لك the ship in harbor is safe but this is not what ships are built for. يعني السفينه جوه المينا في امان، بس مش ده اللي اتبنت عليه السفينه. مش ده اللي مش ده الهدف، لانها بعد 6 شهور او بعد سنه هتبحر، هتتباع خرده وهتبحر. اوكي، لكن الخطر صحيح ان انا اطلع من المينا، بس ده هو فيه كل الابداع والجمال، وان انا اشوف وان انا اروح وان انا اتحرك وان انا افهم. عقلي كده وشخصيتي كده، لو سبتها 6 شهور او سنه هتبقى عباره عن خرده وتتباع بتتقطع. اوعوا تبقوا خرده. اوحش حاجه ان الواحد يبقى خرده ويحس ان هو خرده، او الناس اللي حواليه يحسوا ان هو خرده. بالظبط، لازم ابقى سفينه، لازم ابقى عارف ان انا في مخاطر ان انا اخرج من المينا، ولكن هو ده هدفي، وده اللي انا اتخلقت عشانه. ما اتخلقتش عشان افضل قاعد في منطقه فيها راحه والوم واعاتب والزمن والظروف والاهل، وافضل محافظ على صوره ذاتيه مشوهه حصلت لي مش بارادتي، لكن انا بارادتي اقدر اغيرها واحسنها، ولما اغيرها واحسنها الاقي كل الناس اللي حواليا اتغيروا واتحسنوا. تعالى نسمع اغنيه ونرجع. يلا بينا نسمع كده حاجه من استاذ مؤمن خالي. اهلا وسهلا بيك، هيسمعنا دلوقتي وحشتيني الأستاذة سعاد محمد. رجعنا لكم مرة تانية، واستاذ ايهاب وكيب مشرفنا ومنورنا، واي حد عايز يتواصل معاه ابعتوا له على الفيسبوك او على الانستجرام الموجودين على الشاشة. والنهاردة بنتكلم عن الصورة الذاتية، كمل لي بقى. حلو، دلوقتي انا ليه اصلح الصورة الذاتية بتاعتي؟ ما انا مبسوط كده، جروحات مش جروحات، انا اي اللي طلعت بيه من الصغر. طيب انا النهاردة علشان احسن تعاملي مع الناس لازم اكون انا مرتاح مع الصوره الذاتيه بتاعتي، لان هي اللي بيحصل ان لما بيحصل اي فعل بيحصل له رد فعل. في النص في حاجه اسمها الحوار الذاتي الداخلي، بتحصل في حاجه او ما انا ردد عليها، في النص بقى ما انا مفكر وراجع لنفسي بعمل حوار بيني وبين نفسي، بعتمد في الحوار ده على كل الصوره الذاتيه بتاعتي على اللي متسجل جوايا، وابتدي رد فعلي يبقى بيطلع. لو انا الصوره الذاتيه بتاعتي مهزوزه ومجروحه وفيها احساس بالقله او بعدم الراحه، هيطلع رد فعلي كده. لكن لما انا اشتغل على تصليح الصوره انا هتكون ردود افعالي انجح، وهعمل حاجتين كمان مهمين جدا. ايه بقى؟ اولا انا مش هعيد هذه الصوره تاني مع القريبين ليا، زي اولادي مثلا. تلاقي ان في كتير جدا من الناس المتزوجه
او متجوزين كان ما كانش مبسوط عن طريقة تعامل ابوه ومامته معاه، وكان الحاجة دي بتوجعه، وتفاجئ ان هو بيعيدها تاني مع عياله. بتجويد بقى، يعني هو بياخدها اللي كانت مضايقاه ويظبطها كده ويقوم عايدها بطريقة اتقل. فانا بالتالي كل الحاجات اللي هي جوايا اللي محتاجة تتصلح مش هعيدها مع الاخرين. وتاني حاجة، انا حكمي على الاخرين بيبقى من منطلق الصورة الداخلية بتاعتي، اوكي. فصلح حكمي على الآخرين. عشان كده حتى شكسبير بيقول الجمال والقبح في عيني الناظر، يعني انت مش مسؤول ان انا بشو ان انا شايفك شخص كويس او شخص مش كويس، لان دي ده انت مالكش دعوة بنشأتي انا. لو الواحد لما بيتعامل مع حد ويشوفه كده من اول مرة ويقول اه ده شخص كويس، يعني هل صح ان احنا لما نتقابل بعض، انا شفتك مثلا، تمام، اشوف الايجابيات اللي فيك كلها الاول، تمام، خلاص، وبعد كده اقعد اتعامل معاك كتير وببتدي اكتشف بقى الديفوهات اللي في شخصيتك مع الوقت، تمام، الاصح ايه؟ ان الواحد لما يشوف حد يشوف الايجابيات بتاعته الاول ولا السلبيات بتاعته الاول عشان يقدر لا ال الصح ان احنا دي ما ما لهاش علاقه نفرقش. بالموضوع، بس انا عايز لا اعرف. اتس اوكي، ما احنا ما بنفرقش، ما بن يعني الشخص ناخده باكج؟ ما بناخده باكج، بناخده كده يعني شروه واحده. ولكن هي في حاجه اسمها، زي ما كنا في حلقه من الحلقات قلنا ان احنا في حاجه اسمها مينيمم جابس، في فجوات. يعني تلاقي مثلا ما ينفعش نبقى اصدقاء قريبين لو احنا من بلدين مختلفين خالص، بنتكلم لغتين مختلفتين وثقافتين مختلفتين، دي صعبه جدا. الفجوه واسعه، لكن كل ما الفجوه كانت ضيقه وكل ما الدنيا كانت اقرب، كل ما كانت الصداقه اسهل. الانطباع الاولاني مش لازم خالص نعتمد عليه، يعني ممكن نخليه عندنا، ولكن مش لازم هو اللي امشي وراه بكل حواسي. محتاجين ان احنا نبني مع بعض العلاقه. طب وانا بتكلم على الصوره الذاتيه للواحد والواحد انطباع عن على نفسه، اوكي، عندنا ناس كتير قوي بتقعد تجلد صورتها الذاتيه، تمام، خلاص، اه طبعا، دايما شايفين نفسهم انهم، يعني مش عارف اقول الجمله المظبوطه ايه، بس هي فعلا بيهينوا نفسهم. هي في حاجه اسمها جلد الذات، جلد الذات، اه، وفي حاجه اسمها رثاء النفس. اه يعني طبعا مش سوري ان احنا بنستخدم كلمات لكن جلد الذات اللي هو انا مش كويس، انا مش كفايه، انا وده بيتاخد من برضو الـ الاب او الام او الزوجه او المجتمع او المدرسه، ان انا مش باذل المجهود الكافي لارضائهم، ان انا عال عليهم، ان هم بيربحوني جميله، ان انا لازم مهما عملت مش هقدر اوفي لهم حق، وبطلع في الاخر انا كل ما اعمل حاجه انا مش كفايه. بس ممكن اللي حواليك يكونوا شايفينك كويس وكفايه وكله تمام وانت برضه تجلد ذاتك. مش بصوره، ممكن اجلد ذاتي في موقف لكن مش على مش طول، على طول. يعني برضو مع البني ادم حساس. في يعني ناس كده بتحس انهم ايه، قرفانين من نفسهم، انهم كويسين قوي بس قرفان من نفسه، مش فاهم ليه. وعنده رثاء نفس بقى، يعني رثاء نفس اللي هو انا ليه الدنيا بتعمل فيا كده، انا ليه اداني اب ده او ليه ادتني ام ده، وتلاقيه حالته فله يعني، وحالته فله. بس هو التواصل ما بينهم، ولو تفتكر برضو في حلقه من الحلقات اتكلمنا قلنا ريليشن از كوميونيكيشن، يعني الحياه عباره عن تواصل، التواصل ما بينهم متوتر. صح. والكلمات اللي بنستخدمها، انا بس عايز اختم بكلمه اقول يا جماعه، الكلمه في البق عامله زي الرصاصه في المسدس. لو يعرفوا طول ما هي جوه البق ما بتسيبش حد، لكن لما هتطلع اولا انا ما عادش عندي تحكم فيها، هي خرجت خلاص، ولما مش هقدر اتحكم فيها وخرجت، يا هتصيب يا هتموت الشخص اللي قدامي. فرجاء يعني ناخد بالنا من طريقه التواصل والكلام مع كل الناس. انا بتكلم على مع اولادي، مع مراتي، مع جوزي، مع حماتي، مع امي، ابويا، اصحابي. بيحصل مننا في بعض الحاجات اخطاء، وبتطلع مننا كلمات احيانا بتبقى غير مقصوده، بس ما يبقاش هو ده المتعارف عليه المتعارف عليه او المسيطر عليا طول صحيح. اليوم. صحيح.
شرفتنا ونورتنا. ميرسي استاذ ايهاب وكيم على وجوده معانا النهارده، شكرا ليك. دي كانت حلقه نهايه الاسبوع، رب تكونوا اتبسطتوا معانا كده في كل فقراتنا الاسبوع ده، وبكره الجمعه اجازه البرنامج، نكون معاكم على خير في نفس ميعادنا يوم السبت. شكرا ليكم، باي باي.